أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام وهل يكون هو الله على الحقيقة أو يسمع صوتا فقط وهل يكون ذلك من كرامة كرا من كرامة الأولياء تفصيل في هذا لا ينبغي لكن ثبت أن, أن الله يرى في المنام يراه بعض عباده الصالحين على ما يشاء سبحانه وتعالى هذا من حيث الجمله اما من حيث التفاصيل هل يرى كذا هل يرى كذا هذا لا داعي له نعم